الأستاذ عثمان السلوم رئيس المجلس المحلي في مدينة الأطاوية وعضو مجلس محافظة حماة الحرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عثمان. حياكم الله. أستاذ عثمان طبعا نلاحظ المجلس المحلي لمدينة الأطاوية يقوم بتوزيع السلل الغذائية في شهر رمضان. هل هناك خطة عمل لتوزيع السلل لكل الذين عادوا إلى هذه المدينة المنكوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقوم المجلس المحلي بمحاولة تقييم كافة الأهالي الذين عادوا إلى في الفترة الأخيرة، فبالتعاون مع جمعية العز لهم منا كل الشكر. نقوم الآن بتوزيع كمية لا بأس بها، وإن شاء الله في الأيام القادمة سنقوم بتغطيه كافة الأهالي الذين عادوا إلى المدينة. لاحظنا هناك كروت يقومون الأخوة بختم هذه الكروت، حبذا لو أردتنا بتفاصيل أكثر عن هذه. أخي الكريم، هنا المكتب الإغاثي ومكتب التوزيع يقوم بتوزيع كافة الأهالي الذين عادوا، فيأتون بدفاترهم العائلية، يقوم المكتب بتسجيلها وتوثيقها بحيث لكل شخص في المدينة له
بطاقة ورقم مخصص. من خلال توثيقكم ورصدكم هل عندكم إحصائية دقيقة لعدد الذين عادوا أو عدد العائلات الموجودة في داخل مدينة الأطاني؟ أكيد إن شاء الله. وإن شاء الله تعالى سوف تغطون كل هذه العائلات؟ إن شاء الله خلال شهر رمضان سنقوم بتغطية جميع العائلات الموجودة في مدينة الأطاني. كل الشكر للأستاذ عثمان السلوم رئيس المجلس المحلي في مدينة الأطاني وهو عضو مجلس محافظة على هذا المجهود الذي يبذلونه من أجل إيصال المساعدة الغذائية إلى كل أهلنا في مدينة الأطاني. كان معكم محمود الحمودي مدينة الأطاني ريف وحمد.